كما تعود أن يفعل منذ صباه. يأتي بعجين بيتهم إلى فرن الحي لخبزه، ويعود لجلبه بعد أن يستوي ناضجا شهيا للآكلين. لا يختلف حال عدنان وأسرته عن حال عدد من الأسر المغربية في الأحياء الشعبية. تفضل الخبز المنزلي المخبوز في فرن الحي التقليدي على الخبز الجاهز أو المطبوخ في الأفران الحديثة. تعودنا من الصغار ديالنا حنا كنطيبوا كنطبخوا في الأفران التقليدية، الأهمية ديالها لأنها كتستعمل واحد المادة اللي مادة ديال الشجر بيو، كنسمعوا بيو ماشي بحال الغاز. دابا الأفران ديال الغاز دابا اللي كيديروا الغاز مادة سامة. المعلم محمد أو المعلم الطراح كما يسميه أهل المدينة هنا، إليه يأتي عجين الحي منذ أكثر من 40 عاما. يحكي عن زمن غابر كان له ولزملائه في مختلف الأحياء الشعبية رزق واسع وتقدير كبير، قبل أن يستبدل أغلب الناس بخدماته أفرانا منزلية أو الاكتفاء بشراء الخبز الجاهز. قريبا ما بين 50 حتى 48 سنة دوزتها في المهنة هذه. المهنة كان عليها إقبال في الأول ديالها في الطفولة، كان عندها إقبال، كان بحال دابا تجي بحال هكا ما تجبرش فين تجلس. روصالي، دجاج، حوت، خبز، كل شيء. دابا الناس أغلبية الناس كانوا أميين بكري، دابا الناس قراو توظفوا، ولات المرأة كتجي كتاخذ جوج خبزات ديال السوق وما كتعجنش. كل شيء داخل هذا الفرن العتيق يشي بالبساطة والعراقة الضاربة في القدم، بدءا من هندسة الفرن ومواد بنائه، مرورا بأدوات الاشتغال وطريقة الخبز المختلفة. لكن صمود المهنة أمام التحولات الاجتماعية والعمرانية صار تحديا صعبا. أعدادها في المدن في تناقص مستمر، وممتهنوها هم من كبار السن الذين لا يجدون من يعوضهم، ما دامت المهنة فقدت مجدها وألقها القديم. بعد أن استبدلت بالأفران الحديثة والخبز الجاهز، فقدت الأفران التقليدية مكانتها وانتهى معظمها أثرا بعد عين. لا مفاجأة إذن في أن يكون المعلم محمد وقلة من زملائه آخر جيل يخبز للناس عجينهم داخل هذه الأفران العتيقة، فالمهنة ببساطة في طريقها للاندثار. يوسف البقالي، العربي، سلام.